سلام سلام، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، اموركم هانيه. ويلكم باك تو ماي شانيل. سلام عليك. في هاد الحلقه غادي نتكلموا على قصه عجيبه بزاف، القصه ديال اخطر كتاب في العالم. اللي اذا قريتيه تيقوني غتقلب لك حياتك راسا على عقب، او يمكن كاع تحماق، او حتى يقدر يكون سبب باش انه ينهي لك حياتك. وهذا الشيء اللي تنقول لكم راه بصح وما كانت فلاش. كتاب عامر بالطلاسم وحروف واعداد وحروزه واسماء جن الى ما غير ذلك، اللي كتدخل بوصفات سحريه. ايه، وكيتعتبر من اكبر الكتب المحرمه دوليا. ايوا، المهم غير باش ما تقولوش بلي راني ما علمتكمش، فهاد الكتاب ما تحاولوش انكم تقراوه، ولا حتى انكم تحاولوا تقلبوا عليه من باب الفضول. لا تصدقوا متلبسين بشي بسم الله الرحمن الرحيمين، سيريوزمون، حيتاش فريمون لعنه. ردوا بالكم، انا علمتكم. كنا عارفين باللي السحر والعرافات والتنجيم الى ما غير ذلك، فكيدخل في خانه الشرك بالله، وكيتعتبر من كبائر الذنوب اللي كتخرج المسلم من الدين ديالو، او اللي كتخرج الانسان من الملة ديالو. باش انك تمشي عند شي ساحر او لا تصدقوا، فهذا بحد ذاته شرك. الحلقه ديال اليوم فيها موضوع شويه حساس، وخصني نوضح قبل ما نكمل باش ما تقولوش انني كنشجع على شي حاجه اللي هي محرمه. دليل على شي تنقول، سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام تيقول: من اتى عرافا او كاهنا فصدقه فقد كفر بما انزل على محمد. والحديث الاخر تيقول: من اتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة. كاين بزاف ديال الأحاديث والآيات نقول لكم شنو مولانا تيقول في هذا الباب. بسم الله الرحمن الرحيم: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. المهم الموضوع واضح. فالتاريخ ديالو كيرجع ل 622 هجرية. المؤلف ديالو هو الصوفي الجزائري أحمد بن علي البوني، اللي هو من مدينة بونا، واللي اليوم كتسمى بعنابة. نتمنى أنني كنت نطقتها مزيان. فهاد الصوفي اللي عاش 102 عام، ودار أغلب الدول المسلمة بحال الأندلس، القدس، مصر، العراق، الحجاز إلى ما غير ذلك. عام 1405 تطبع هذا الكتاب من النسخة المحرفة. هذا الكتاب اللي كيعلم السحر، وكيتعتبر ما بين أهم الكتب في هذا المجال في التاريخ، واللي بيان سور كيستخدموه السحرة في تحضير الجن. وليكن في علمكم باللي أنه محرم حتى باش أنك تقرأه، أو لا باش أنه يتقرأ من قبل المسلمين. فالسؤال اللي كيتطرح هنا هو: منين جاب البوني هذه الوصفات السحرية؟ فهاد الكتاب كاين موجود حتى في امازون، وقل من 5 دولار، يعني 50 درهم، قل منها، ولكن بنسخه محرفه ومش الاصليه. وحتى هو محرف فلا يجوز لك باش انك تكون تقراه. انا قلتها. نرجعوا لهاد الامام اللي كان من طلاب العلم والشريعه، وكان حافظ للقران تبارك الله، والناس كتاخذ منه الفتاوي. دان سولكو كل شيء تقلب عنده. هاد الامام استقر في مصر، وتيقولوا اللي قرب منه انه سبب تعمق ديالو في السحر انه لقى شي مدخل ديال شي بيت تحت الارض في شي هرم من الاهرامات، ولقى فيه كتب ومخطوطات كدوي على علوم السحر، ولكن مستحيل باش يكون هو مؤلفه. هو فعلا جمع المعلومات اللي في الكتاب، ولكن ماشي هو اللي الفه، ولكن كيفاش جمعها الله اعلم. واخا نقولوا اذا فعلا كان احمد البوني هو المؤلف نتاع شمس المعارف، يكون هو عارف العلم نتاع السحر كله، لانه غيكون كاتب شي امور حتى واحد ما قدر يفكر فيها، حيت فريمون هذا الكتاب فيه كل شيء كل شيء كل شيء. اي حاجه طاحت لك على بالك كاينه في هذا الكتاب، زعما كيفاش تحضر الجن، كيفاش تحل العقوده، كيفاش بزاف ديال الحوايج، اي حاجه بغيتيها. ولكن كنذكركم باللي هذا الشيء كله راه حرام. نرجعوا للكتاب. فاللي قراه تيقول باللي انه هذا الكتاب عامر بالرسومات، والعجيب انه فيه اسماء الانبياء بحال سيدنا نوح، سيدنا لوط، يونس، سليمان، داود، وايات قرانيه، ولكن فيها شي امور مبدلين. يعني اون فوا كتحل هذا الكتاب فكيبدا بكلام الله،
وهنا فين كتغر وكتقول بلي هادشي راه عادي وكتزعم انك تقرا فيه حيتاش مذكور فيه ربي ومذكور فيه القران، حتى كتلقى راسك انك كتدخل في المعقول. وهنا فين كتطبق ديك المقوله نتاع وما خفي اعظم. اهلا بحضراتكم مره ثانيه، ودلوقتي حنروح بقى نتكلم على كتاب شمس المعارف. اولا ايه هي قصه كتاب شمس المعارف؟ خصوصا في ناس كتيره بتستخدمه في اعمال السحر وتحضير الجن وغير ذلك، ان الكتاب بيرجع تاريخه الى سنه 622 هجري. نعم، اول كتاب اهو، بس انا هستاذنك هكتب يعني المطبعه بس يعني ده كتاب شمس المعارف اهو. فعلا بيتم استخدامه في السحر طبعا. انا بس دكتور عمرو عايز يعني بسرعه كده هقرا اول حاجه. يعني هو طبعا شمس المعارف ولطائف العوارف تأليف الإمام أحمد بن علي البوني. الكتاب يا دكتور حضرتك لما تفتحه كده تلاقي أوله بسم الله الرحمن الرحيم، وفي الهامش فوق كده ولله الأسماء الحسنى. ده كتاب إيه؟ كتاب ديني ولا كتاب كفر وسحر وطلاسم؟ كتاب دين. كتاب ديني. طيب هو بيقول إيه كمان؟ بيقول أشهد شهادة أزل في من في في من نور نور هذه الشهادة اغترف المصطفون علما فأفهمهم ذلك والترتيب الأبدي. كلام كده جميل وزي الفل يعني. مثلا يقول لك آية الكرسي، طيب فالعرش حرف الألف والكرسي له حرف الباء وزحل. إيه اللي دخل زحل هنا؟ يعني العرش والكرسي ده بتاع ربنا سبحانه وتعالى، لكن دخل زحل اللي هو الفلك. وزحل له حرف الجيم وهكذا الى القمر كما تقدم. طيب هيقعد بقى يتكلم على الحروف وعلى الحاجات دي كلها. هتلاقي في فصل انا يعني عايز اجيب لك اي حاجه. شوف حاجه، فاكر الرسومات اللي احنا شفناها على الحجاب يا دكتور عمرو؟ نفس الرسومات تقريبا. ده في رسومات اكتر من كده. دي بس البدايه. طب دي عباره عن ده. بص يا دكتور عمرو، احنا لسه الكتاب اهو، ده حجم الكتاب، ده لسه احنا في الاول. دي كلها خواتم علشان التحصينات وكلها الله و... خواتم بمعنى خواتم، بمعنى اللي هو يقول لك هذا ختم او هذا رمز او حاجه. لو قعدنا نقلب في الكتاب هتلاقي مثلا مربعات زي كده يا دكتور عمرو اهي. المربعات دي نتكلموا شويه على تجارب بعض الناس اللي قراوه. عندي واحد جوج ديال القصص، واش بصح واش ماشي بصح الله اعلم. المهم لقيتهم داولين بزاف وغادي نشاركهم معكم. فمن القصص المشهوره نتاع واحد الاردني اللي واحد النهار هاد خينا غايب بدا تيقرا هاد الكتاب وبدا كيشوف الخيالات عنده في البيت ديالو، ولكن صمم باش انه يكملو، بغى فريمون يعرف كيفاش يقدر يغبر. اذا كنتو كتذكروا في واحد لا سيزون تاع هاري بوتر اللي كان تيدير عليه واحد السلام وكان تيغبر، سي لا ميم شوز، داكشي اللي كان بغى يدير داك خينا. فلقى واحد التخليطه اللي كيديرها باش تقدر تغبر، واللي فيها كتجيب بزاف ديال الجلود نتاع الجرانه، جرانات الضفادع، وكدير بها واحد القناع وكتلبسو. المهم جاب داكشي يدخل لبيتو ولبسو، وجد داكشي الاخر ديال التخليطه السحريه اللي الله اعلم شنو هو، وحل الكتاب وبدا تيعرق بزاف. وفي هذيك الاثناء بدا تيسمع اصوات غريبه، ولكن ما قدرش يكمل، ما استحملش وهو يحبس. ومن بعد حس بشي حاجه كانت كتشدو، وديك الساعه سد هذا الكتاب ورماه بعيد عليه زعما خارج بيته. وفي هذه اللحظه بدا كيحس باللي داك الشيء بدا كيبعد عليه، ولكن راسو بقى فيه ديك الاصوات. المهم خرج من بيته بدل ساعه اخرى وعاود رجع باش ينعس. المهم تخينا بزاف الحقيقه هادشي كامل اللي عاشو في داك البيت، ورجع باش انه ينعس فيه كانه حتى شي حاجه ما كايناش. المهم ما قدرش ينعس، وعرفتو داك الاحساس نتاع انك بحال كتحس برا شي حد موراك. فهو كان حس انه كان شي حد معاه في البيت، وكان تيحس بشي موفمون من تحت لي ديالو. فهو يطل ويبان ليه جسم كبير، ولكن الملامح ما كانوش كيبانو حيتاش كان ظلام. في هاد اللحظه خرج هربان من بيته لبيت خوه، غير لا ما بغاش مدانو كنت في بلاصتو كون. المهم النهار الثاني لما رجع لبيته لقى الكتاب، ولكن ما لقاش داك القناع اللي كان قاد بجلد نتاع الجرانه اللي استعمل البارح. من بعد فاش تخطر معاه المعقول قال اجي نحرق الكتاب باش نتهنى من هاد الشيء ونسدو كاملو.
ولكن هنا فين كيطبق داك المثال ديال واش دخل الحمام بحال خروجه. يسحب ليه اذا حرقوا صافي راه كلشي غيسالي، ولكن لا، فبقى كيسمع اصوات وتخيلات الى ما غير ذلك. المهم بقى عايش مع داك الشيء. ندوزو القصة الثانية اللي هي قصة نتاع واحد اخر ديال واحد الشخص من مصر كيسكن في القاهرة. تيقول بلي انه من ديما كان عنده داك الاحساس وهو صغير ديال انه فيه الفضول باش يشوف الكائنات اللامرئية. واحد المرة كان غادي ويبان ليه شي واحد تيبيع الكتب القدام وغير ديال الرعب، وسالو يا تيغي هاد الكتاب نتاع شمس المعارف وشراه ومشى للدار ودا تيقرا فيه. المهم هاد السيد اللي تيعاود هاد القصة فهو حاليا كبير، غير هو تيعاود على قبل 15 سنة. تيقول بلي انه كانت كتوقع معاه شي امور غريبة في الدار، سورتو واحد التصويرة كان معلقة في البيت ديما كانت تضحك ليه، ومن ديما حتى هو كان عنده داك الاحساس بلي كاينه شي كائنات غريبة معاه في الدار اولا معاه في البيت، وتيحس ديما بلي شي حد قريب ليه فاش تيكون ناعس. المهم بدا كيتخلع وضطر باش انه يحيد كاع التصاور اللي عنده ويخبي كاع الكتوبه. فمن بعد شي سنوات قليله جاتو واحد الرغبه كبيره باش انه يحضر شي جن اللي يخدمه ويحقق ليه اي حاجه بغاه، سورتو كاين ديك الوقيته يلا سالا من الجامعه وكيقلب على خدمه. وصراحه ما تيبانش لي بلي هذا خاف، لحقيتاش داكشي داز عليه غير شويه واستسلم وعاوتاني دابا بغي يرجع كل شي من جديد. المهم جاب الكتوبة هاد المرة بدا كيتعمق في القراية ديالهم فغيمو حتى حفظ شي تعويدات، وها هو بدا تيحس باللي كل شي رجع من جديد، الأصوات الخيالات كل شي. تيقول واحد المرة وهو خارج من بيته بان ليه شي واحد دايز في الصالون. في الأول صحاب ليه شي حد من العائلة عادي، ولكن من بعد شوية استوعب اللي أنهم العائلة ديالو كانت خارجة، لدرجة أنه ولا ديما كيحس بلي أنه شي حد معاه، ومرة كتهرس شي حاجة في الدار أو اللي كيتسد الباب بواحد الجهد كبير. تيقول بلي أنه كان تيخاف لدرجة أنه ما كانش كيقدر يمشي بسهولة للطواليت. وفي هاد اللحظة فهم بلي فعلا راح حضر داكشي اللي كان بغا. تيقول واحد النهار المشؤوم كنت جالس في الصالون، فاذا بي كنشوف واحد خينا كيشوف فيا من بيتي. من بعد تاكدت بلي راني دخلت في عالم خصني ضروري نخرج منه، ضروري ما يمكنش نبقى فيه حيت ما نقدرش نستحمله. ومره واحده اخرى كياخذ قرار باش انه يلوح كاع الكتوبه، وكان بقى ليه كتاب واحد اللي هو شمس المعارف في الداخل ديال البيت ديالو، ومكثره الخوف ما قدرش باش يمشي يدخل يجيبه. فحيش ما عندوش بديل تشجع ودخل باش يجيبو. وفي هاد اللحظه بديت كنهضر كليبير غير بوحدي، تنقول عفاكم سيروا في حالكم بسلام انا ما تليتش باغي هادشي، تنحاول نهضر. وواحد شويه بديت كنقرا صوره الزلزال، وفاش وصلت في اشتاتان وقفني واحد الصوت وقال ليه ما يمكنش نمشيو من بعد ما عيطتي لينا، واش يصحاب ليك بلي راه هادشي لعب؟ وتخلعت وما قدرتش ندوي معاه. وفي هاد اللحظة تقطع الضو. من بعد سمعت شي صوت يقول لي ما كانش عليك انك تحرق الكتوبة، الحاجة اللي غادي تدير دابا هو انه غادي تمشي تذوبهم في الماء، ومن بعد غادي تعزلهم اتلوح هادوك الوراق في قنت وغادي تلوح الماء في قنت. وهذه هي كانت التجربة. كيف قلت لكم ما عرفش واش هادشي بصح ولا كذوب، ولكن اللي متيقنة منه هو انه هادشي كاين وماشي اي واحد كتخرج عاقبته على خير في هاد الامور، باش نكونوا واضحين. في هاد الكتاب في الاول ديالو كاتبين باللي انه قلبك خاصو يكون قاسح وتمارس الرياضه الروحيه ويكون عندك الريفليكس، باش حتى الى جاب الله حضر شي جن وشافوك ضعيف فغادي يضرك وما تقدرش تسيطر عليهم ديك الوقيته. وصلنا لنهايه الحلقه لي باش نقول لكم انه الكتاب الاصلي قليل اللي شافوا من الناس، ف 622 ليومنا هذا داز من بزاف ديال الايادي والاجناس، واي واحد كيوصلو كيحرقو. واللي علمكم فجميع الديانات مجموعين على كلمه واحده حتى من البوذيه الى ما غير ذلك باللي السحر فهو حرام. فتيقولوا بلي انه النسخه الاصليه والوحيده تدفنات مع احمد البوني في القبر، والله اعلم.
وهذه هي كانت القصة اليوم، كنتمنى أنها تكون نالت إعجابكم، وما تنسوش بحال ديما نتلقاو في حلقة نهار السبت. سلام سلام.